ايه ده يا معلم؟ البرنس لو شافك هيزعلك. ليه يعني؟ حد يحط كاتشب على الكبده؟ ما ينفعش. احملوك اكل من قلب ما ينفعش، ينفع ما يمنعش، املوك الاكل قالوا غيرهم ما تسمعش. ده هاينز بيعلي الطعم ويحلي، وما فيش ولا اكله مصري ما هاينز بيتجلي. انا لما اقول ينفع ينفع، يبقى اكيد ينفع ينفع. ده الاكل اللي يملوكه واكل عني تسمع. اللي يقولك ما ينفعش تحط كاتشب على الكبده، قوله البرنس بتاع الكبده قال ينفع. هاينز ياكل مع الاكل المصري.